حادثة تفجير طائرة أمريكية بإسكتلندا 1988، وقد اتهمت أمريكا وبريطانيا دولة ليبيا أيام القذافي بتدبيرها، مما أحدث أزمة بين الطرفين قادت لتسليم المتهمين الليبيين ومحاكمتهما ثم التصالح على دفع تعويضات للضحايا. في الساعة 6:25 مساء بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1988، أقلعت طائرة الركاب المدنية الأمريكية بانام في رحلتها رقم PA103 متجهة من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى متنها 259 راكبا، وصل كثير منهم إلى هيثرو من مطار فرانكفورت بألمانيا. وفجأة وبعد نحو 35 دقيقة من إقلاعها، وتحديدا على الساعة 7:03 مساء، انفجرت الطائرة في الجو انفجارا مدويا، فسقطت وتناثرت أشلاؤها ونيرانها الحارقة على بلدة لوكربي الواقعة في مدينة دينفيز وغلاواي الأسكتلندية غربي إنجلترا. أحدث حطام الطائرة التي تناثر على مساحة قدرت بعدة أميال حفرة بلغت مساحتها 560 مترا مكعبا، وقدر وزن المواد التي تضررت نتيجة انصدام أجنحة الطائرة بها بما يزيد على 1500 طن. وقد نتجت عن الانفجار كرة لهب هائلة أحرقت ودمرت 21 منزلا مجاورا، فقتلت 11 من سكانها، وكانت حصيلة القتلى الإجمالية في الحادثة 270 قتيلا أغلبهم أمريكيون. وسرعان ما أصبحت كلمتا بانام 103 ولوكيربي تدوران على الأسلحة على الألسنة عفوا وفي كل خبر بجميع أنحاء الأرض. ومع انفجار طائرة بانام 103 تفجرت قضايا وتكهنات وجدل وادعاءات وتهم ونظريات، وانطلقت تفاعلات الحدث إلى أبعد مما كان يتصوره الكثيرون. ومما عقد أمر حادثة لوكيربي أنها جاءت في سياق سلسلة طويلة من عمليات العنف والعنف المضاد تمتد بدايتها إلى منتصف الستينيات من القرن العشرين، وكان النظام الليبي آنذاك متهما بالتورط في بعضها. ففي أبريل 1984 أطلق الرصاص من داخل مبنى السفارة الليبية في لندن على مظاهرة لمعارضين ليبيين، مما أدى إلى مقتل شرطية ليبية اسمها إيفون فيلتشر. وفي أبريل 1986 تعرض ملهى ليلي يرتاده جنود أمريكيون في برلين لتفجير قتل فيه عدد منهم. وفي الشهر نفسه قصفت الطائرات الحربية الأمريكية مواقع حساسة في المدينتين الليبيتين طرابلس وبنغازي، فقتلت العشرات من المدنيين الأبرياء. وفي جويلية 1988 أسقطت الرحلة رقم 655 لطائرة ركاب إيرانية من نوع إيرباص فوق الخليج العربي بصاروخ من السفينة الحربية الأمريكية فينسن، وكان على متنها 290 راكبا قتلوا جميعا. وحملت إيران فورا الولايات المتحدة المسؤولة عن الواقعة متعهدة بالانتقام السريع. في أعقاب تفجير طائرة لوكيربي أثيرت التساؤلات عن من يقف وراء هذه العملية تخطيطا وتنفيذا، وتنقلت أصابع الاتهام بين عدة جهات وفق منطق حسابات مصالح الأطراف المعينة بها، وخاصة أمريكا بوصفها الطرف الأقوى في القضية لكونها المتضرر الأكبر منها بشريا. وهكذا ألقيت المسؤولية أولا على منظمة فلسطينية ثم سوريا، ولكنها ما لبثت أن انتقلت إلى إيران ثم رست في الأخير على ليبيا تحت حكم معمر القذافي. وفي المحصلة يكشف معظم الكتابات التي تناولت الموضوع ورواياته عن وجود عدة تفسيرات أساسية وفرعية بشأن مرتكبي هذه الحادثة، لكننا سنتوقف هنا عند تفسيرين منها يعدان الأكثر جدية وتداولا. التفسير الأول إيران. يرى التفسير الأول الذي أعلن رسميا ضمن تقرير صادر عن وكالة المخابرات البريطانية أمساز أن العملية كانت مدفوعة برغبة إيران في الانتقام لحادث إطلاق سفينة حربية أمريكية نارا خطأ على طائرة مدنية تابعة للخطوط الإيرانية كانت تنقل الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة، وهي الحادثة التي أعقبتها تهديدات إيرانية عبر راديو طهران بصبغ السماوات الغربية بلون الدم. ويذكر هذا التقرير أن السلطات الإيرانية رصدت مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملية التفجير، كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن اجتماعات مكثفة عقدت قبيل التفجير بعدة أشهر في بيروت بين مسؤولين في الحكومة الإيرانية ومجموعات فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
القيادة العامة التي يتزعمها أحمد جبريل المقيم في سوريا. ويتجاوز التقرير البريطاني حدود الإشارة إلى الفاعلين المحتملين ليوضح الرابط الذي جمع بين وزارة الداخلية الإيرانية وهذه المجموعة عبر نظام الحكم السوري الذي كان أكثر الأنظمة العربية قربا من النظام الإيراني. وأشار في هذا الإطار إلى أن دمشق كانت بلدا منشأ للجبهة الشعبية والقيادة العامة. كما أكد أنه قبل وقوع حادث التفجير بقرابة شهرين أوقفت الشرطة الألمانية مجموعة عربية في مدينة فرانكفورت، كان منها حافظ الدلقموني العضو البارز في الجبهة الشعبية، وكان من بين المقبوض عليهم الأردني مروان خريسات الذي ضبط بحوزته جهاز تسجيل يماثل الجهاز الذي استخدم في زرع القنبلة على متن الطائرة المنكوبة، هو ما استدل به بعد ذلك على احتمال قيام هذه المجموعة بمباشرة عملية تفجير الطائرة المشار إليها. ورغم أن تورط الجبهة الشعبية قد يعني تورط سوريا بشكل مباشر، فإن الإدارة الأمريكية لم توجه لوما إلى دمشق. وفي أوائل سنة 1997 ذكر مسؤول رفيع في وكالة المخابرات الأمريكية CIA لمجلة فوكس الألمانية أن الوكالة كانت على علم بأن الجبهة الشعبية تقف خلف انفجار لوكربي، وأكد أن الرئيس جورج بوش الأب لم يشأ توبيخ سوريا لأن هذا كان سيؤثر على رؤيته لإدارة عملية التسوية في الشرق الأوسط. وقد كشف فيلم وثائقي أنتجته شبكة الجزيرة وبثته في 11 من مارس 2014 شهادات ووثائق بينها برقيات للاستخبارات العسكرية الأمريكية وشهادات من محققين ومصادر أمنية شاركت في التحقيق المتعلقة بالقضية تشير إلى أن إيران كلفت الجبهة الشعبية بإسقاط طائرة لوكربي ردا على إسقاط الأمريكيين لطائرة حجاجها، وتفيد بأن القنبلة زرعت في الطائرة بمطار هيثرو في لندن. أما فيما يخص التفسير الثاني فيمكننا القول ليبيا. يربط حادثة لوكيربي بليبيا وسياساتها خلال الحرب الباردة، حيث كان نظام القذافي يساهم في إطارها بدعم الحركات الانفصالية الراديكالية في كل أنحاء العالم، بدءا من أوروبا حيث كان يمول الجيش الجمهوري الإيرلندي بالمملكة المتحدة، ويمول منظمة إيطال الانفصالية في إسبانيا، ومرورا بعموم إفريقيا، إضافة إلى المنظمات الفلسطينية المسلحة مثل جماعة أبو نضال. وكانت بداية سلسلة الأعمال الليبية الانتقامية في سنة 1900 في سنة 1986 حيث قامت عناصر من المخابرات الليبية حسب الاتهام الأمريكي بتفجير الملهى الليلي لابيل في برلين، مستهدفة اغتيال شخصية عسكرية أمريكية رفيعة المستوى. وقد بررت واشنطن بهذا التفجير قصفها العاصمة الليبية طرابلس الأمر الذي قد يكون حسب تقارير المخابرات الغربية الدافع وراء إقدام المخابرات الليبية على تفجير طائرة رحلة بانام 103. وتشير تقارير الأجهزة الاستخباراتية الغربية إلى أن الاستخبارات الليبية وثقت تعاونها مع جهاز المخابرات الألماني الشرقي ستازي الذي زودها بمعدات صناعة قنابل من نفس النوع الذي استخدم في تفجير طائرة بانام فوق لوكربي، وأن هذه المعدات تم العثور على بعضها في غرب إفريقيا أواسط الثمانينيات. وهكذا ارتبطت هذه الرواية الليبية المحتوى بعاملين لمخابرات نظام القذافي كانا يعملان متسترين في مطار فرانكفورت تحت مظلة إحدى شركات الطيران العربية، حيث قاما بزرع القنبلة في جهاز التسجيل المشار إليه، ثم مباشرة تهريبها إلى الرحلة رقم 103 لتستمر بعد ذلك القصة بصورتها الأبرز والأشهر كما عرفها العالم. وفي محاولة للربط بين التفسيرين السابقين، تناولت الصحافة الألمانية تصريحات لأحد الضباط السابقين في المخابرات الإيرانية أدلى بها لضابط تحقيقات في ألمانيا. وتفيد هذه التصريحات بأن طهران أمرت بتفجير طائرة بانام، وأن أبو القاسم صباحي وهو أحد المؤسسين السابقين لوكالة المخابرات الإيرانية أبلغ وزير الخارجية الإيراني آنذاك علي أكبر ولاياتي بضرورة التنسيق مع ليبيا والجماعات الفلسطينية من أجل ضرب إحدى الرحلات الجوية الأمريكية. أسفرت التحريات الأمريكية والبريطانية بشأن حادثة لوكربي عن اتهام ليبيا بتدبير العملية، ووجهت التهمة رسميا إلى النظام الليبي أواخر 1990 بعد أن وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ميلتو، قالوا إن تتبع مصدره قادهم إلى أجهزة المخابرات الليبية.
اتهمت أمريكا اثنين من مسؤولي الحكومة الليبية وطالبت طرابلس بتسليمهما للمحاكمة خارج ليبيا بعد أن أصدر قاضي التحقيق في اسكتلندا وهيئة المحلفين الأمريكية أمرا بالقبض عليهما. والمسؤولان هما الأمين العام في حيما، موظف سابق في الخطوط الجوية الليبية من مواليد سنة 1956، وعبد الباسط علي محمد المقرحي وهو موظف سابق في الخطوط الجوية الليبية، اتهمه الادعاء الاسكتلندي بأنه كان يعمل في المخابرات الليبية. رفض العقيد القذافي بشدة تسليم المشتبه فيهما، واتهم أمريكا وبريطانيا بالتواطؤ من أجل تقويض الثورة الليبية العالمية وتحجيم دور بلاده العالمي في تحرير الشعوب والقضاء على الرأسمالية. وكان من نتائج ذلك الرفض عقوبات دولية. في جانفي 1992 أصدر مجلس الأمن قرارين 731 و 748 مطالبا السلطات الليبية بخمسة أمور: أولا اعتقال الشخصين المذكورين وتسليمهما للمحاكمة في اسكتلندا، وتحمل المسؤولية عن الحادثة، دفع تعويضات لأهالي الضحايا، التعاون في التحقيقات، والمساعدة في مكافحة الإرهاب. هدد مجلس الأمن طرابلس بفرض حظر جوي عليها في حال عدم امتثالها لمطالب الأمم المتحدة، بينما أصرت ليبيا ممثلة في شخص العقيد معمر القذافي على أن المسألة سياسية وأن المستهدف هو النظام ورموزه. فرضت الدول الغربية حصارا اقتصاديا وسياسيا خانقا على ليبيا، تضمن حظر الطيران من وإلى ليبيا ومنع استيراد قطع غيار الطائرات، مما أدى إلى عزلتها عن أغلب دول العالم. وقد أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 24%، وأوقع خسائر اقتصادية قدرتها وزارة الخارجية الليبية ب 24 مليار دولار. وإن خفف منها العقوبات الدولية استثنت النفط الذي يمثل أكثر من 90% من الصادرات الليبية بسبب ضغوط الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الليبيين. وبعد 10 سنوات من وقوع الحادثة، وافقت ليبيا في صيف 1998 على تسليم مواطنيها في حيما والمقرحي بوساطة سعودية جنوب إفريقية، مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها بما فيها الحظر الجوي. كما قيل إن التسليم كان من ثمنه أيضا تعهد الغربيين بعدم التعرض للنظام الحاكم أو رموزه، وخاصة العقيد معمر القذافي شخصيا. سلم القذافي الرجلين المطلوبين مشيدا بثقته الكاملة في الوسطاء وفي نزاهة القضاء الأسكتلندي، ومشترطا أن تجرى المحاكمة في مكان محايد، علما بأن تسليم المواطنين للمحاكمة خارج بلاده تمنعه المادة 493 من قانون المرافعات الليبي. وهكذا وصل المتهمان المقرحي وفحيمة يوم 5 من أبريل 1999 إلى مكان المحاكمة في معسكر كامب زايست قرب مدينة أوتريخت بهولندا، وأجريت محاكمتهما على مرأى ومسمع العالم وأمام عدسات التلفزيون مستغرقة حوالي العامين. وفي نفس الأيام أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1192 بتعليق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا. صدر الحكم النهائي في محاكمة الأمين في حيما وعبد الباسط المقرحي في 31 جانفي 2001 في 82 صفحة، بعد 12 عاما من التحقيق وقراءة القضاة ملفات بلغ عدد صفحاتها 10,000. وفي حين استمرت المرافعات القانونية والجلسات 85 يوما، ومثل أمام منصة المحكمة 235 شاهدا. قضى منطوق الحكم بتبرئة فحيمة، فأفرج عنه وبالسجن المؤبد للمقرحي. مدة المؤبد في القوانين الأسكتلندية هي 20 سنة باعتباره المسؤول عن تفجير الطائرة. ثم ثبتت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في بحقه يوم 14 مارس 2002، فأودع زنزانة بنيت خصيصا له داخل سجن بارليني بمدينة غلاسكو في اسكتلندا. وقد اعتمدت المحكمة في إدانة المقرح على شهادة الصناعي الألماني أدوين بولير، الذي ادعى أنه باع متفجرات للليبيين، وصاحب متجر في مالطا يدعى توني غوتشي زعم بأن المقرح اشترى ملابس من متجره سنة 1988، رغم أنه لم يره إلا مرة واحدة، وقد وجدت بقايا منها وسط حطام الطائرة في حقيبة المتفجرات. في يوم 15 من أوت 2003، وهو العام الذي شهد تخلي طرابلس عن برنامجها النووي وتسليم معداته وبرامجه إلى واشنطن بضغوط منها، أعلن النظام الليبي مسؤوليته عن حادثة لوكيربي وقبوله التعويض لضحاياه.
وسلم رسالة رسمية بهذا الاعتراف إلى مجلس الأمن الدولي. وقد نصت صفقة تسوية ملف لوكيربي على أن تدفع ليبيا لضحايا الطائرة تعويضات مالية بلغت 2.7 مليار دولار أمريكي بمعدل 10 ملايين دولار لكل منهم، على أن تقدم منها 4 ملايين فورا لكل شخص. وبعد رفع العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة عليها تدفع 4 ملايين أخرى، وعندما يلغى اسم ليبيا من قائمة الإرهاب الأمريكية تدفع المليونين الباقيين. قال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض الأمريكي إن وفاة المقرحي تضع النهاية لفصل مؤسف بعد إطلاق سراحه من السجن سنة 2009 لأسباب صحية في خطوة عارضناها بشدة، وأن واشنطن تطمع في تحقيق العدالة لضحايا لوكيربي وأسرهم، وأنهم سوف يواصلون العمل مع الشركاء الجدد لليبيا ما بعد ثورة 2011 لإنجاز محاسبة كاملة على أعمال القذافي الشنيعة.